يتوقع خبراء عسكريون أن تستخدم إيران صواريخ جديدة من صنعها في ردها المرتقب على إسرائيل، حيث يرجح محللون عسكريون إطلاق صاروخ رضوان، وهو صاروخ باليستي أرض متوسط المدى يصل مداه إلى 1400 كيلومتر. كما يتوقع أن تستخدم صاروخ شهيد حاج قاسم، وهو صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت ب 12 مرة، إلى جانب توقعات باستخدام صاروخ فتح 360، وهي صواريخ أرض باليستية تكتيكية موجهة بالأقمار الصناعية، وتبلغ سرعة فتح 360 ثلاثة أضعاف سرعة الصوت، ويمكنه تحديد الأهداف وتدميرها بسرعة. وكانت إيران قد أطلقت على إسرائيل في أبريل الماضي ثلاثة أنواع من الصواريخ الباليستية، وهي عماد وغدر وخيبر شيكن. ينضم إلينا من الرياض العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي. أهلا بك معنا سيادة العميد. إذن كل هذه المعلومات والتفاصيل الدقيقة عن صواريخ بالفعل دقيقة قد تستخدمها إيران، هل ينذر هذا بالفعل من هجمة قريبة ودقيقة كذلك؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني قبل أن أتحدث عن أنواع ومواصفات الصواريخ الفنية أو التكتيكية ومدى تأثيرها، الواقع يعني ما يجري حاليا في قضية التهديدات وتبادل الرسائل، ولكن يعني يشير إلى تسخين أو تصعيد في المنطقة، أو قد يشير إلى قرب يعني بدء الانفجار العسكري. لكن لا شك أن ذلك يعني يترافق، كل التهديدات هذه تترافق مع وساطات دولية من تحت الطاولة من الغرف المظلمة من أجل التهدئة، وربما يعني على الأقل إن لم تكن هناك تهدئة فستكون هناك ضربة يعني لا تستدعي ردود أفعال كبيرة، أو لا تستدعي حتى توسيع المنطقة أو تصعيد أكثر من مما هو موجود حاليا. إنما يجب أن نعترف بقضيتين مهمتين. القضية الأولى، إن كنا أولا سلمنا بأن إيران فعلا سترد ردا حقيقيا وليس كالرد اللي شاهدناه بمعركة ما سمي الوعد الصادق عندما يعني ألقت أو أطلقت مجموعة من الطائرات المسيرة ومن الصواريخ، وقالت بعدها أنا يعني أريد أن أظهر عامل القوة لإسرائيل وعامل القوة الإيراني إن كان قويا أو كان ضعيفا. فأعتقد يعني المراقبة الأمريكية المستمرة والمراقبة الإسرائيلية بالتأكيد هي تحدد تماما مدى القوة الإيرانية، وبالتالي تأخذ احتياطاتها مما يتناسب رد فعل عكس لهذه القوة. لكن هناك قضية مهمة أخرى أيضا، أنه هل هناك رد فعل إيراني كامل مع وحدة الساحات كما يقولون، يعني كل أدوات إيران وإيران مباشرة، أم أن فقط الأدوات هي التي سترد؟ إذا كانت الأدوات فالوضع في لبنان أو الوضع في سوريا أو الوضع حتى أيضا في العراق، الميليشيات العراقية يعني لا شك أنها تملك صواريخ تكتيكية، والصواريخ التكتيكية يمكن أن تؤثر، لكن ذلك ليس ذلك التأثير الذي يمكن ربما أن يغير من المعادلة العسكرية. يعني أقول لك الأهداف في إسرائيل المهمة والتي يمكن أن تشكل خطر عليها فيما لو أنه يعني تعرضت للتنفير أو القصف، هذه الأهداف جميعها قامت إسرائيل حاليا بتنفيذ نوع من الحراسات المشددة، وخاصة حراسات وسائط الدفاع الجوي ونشر القوات. طيب سيادة العميد، يعني هو الحديث عن أنه هذه العمليات أو هذه الدعايات هي كحرب نفسية وبروباغندا، تم الحديث عنها كما تفضلت حضرتك، ولكن إذا ما افترضنا بأن إيران سوف تستخدم هذه الصواريخ، هذه الصواريخ ماذا تفيد إيران؟ هل هي بالفعل دقيقة كي تتجنب إيران حرب موسعة؟ هل هي بهذه الدقة؟ ماذا تستخدم؟ تمام، يعني لنا شاهدين على قضية دقة هذه الصواريخ وأهميتها. الشاهد الأول، عام 2017 أعتقد أو 2018، أطلقت إيران حوالي 30 صاروخ من الأراضي الإيرانية باتجاه منطقة إدلب، سقط جزء كبير منها في الأراضي العراقية، ولم يصل إلى منطقة إلى الأراضي السورية إلا 2 من الصواريخ، وكانت نسبة الخطأ فيها تتجاوز 250 متر. يعني لو أخذنا جدلا فقط الهدف، هناك 250 متر خطأ عن الهدف، وبالتالي إذن هذه الصواريخ أخطأها كبيرة وإمكانية وصولها قليلة. هذا الشاهد الأول. والشاهد الثاني، في عملية كما سمي أيضا كلمة وعد الصادق، الصواريخ التي أطلقتها إيران تم اعتراضها على الطريق، ومن وصل صاروخ وعد كما يقال. أعتقد أن إسرائيل اعترفت أن هناك تفجيرا حصل في قاعدة نيفاتين في صحراء النقب. إذن يعني هذين الشاهدين يؤكدان يعني ليس هناك تلك الصواريخ التي يعني اليوم نتحدث أن إيران تملك. نعم. صواريخ سرعتها فرط صوتية 12 ضعف الصوت. الوقت. نعم. أعتذر منك، شكرا جزيلا لك من الرياض، كنت معنا العميد أسعد الزعبي الخبير العسكري والاستراتيجي.